السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ النهاردة طبعا يعني حصلت مشاكل في الامتحان، ومش عايزين الناس طبعا برضو تقلق، لأن في ناس كتير جدا معرفتش تخش، منهم اللي معرفش يخش العربي، ومنهم اللي معرفش يخش الأحياء، ومنهم اللي دخل والامتحان زاد معاه في الوقت، وبعدين بقى قاعد مستني الأحياء وهكذا. طبعا مشاكل كتير جدا نفس اللي كنا بنقابلها قبل كده، لان احنا قلنا ان التابلت ما هو الا وسيله وما ينفعش في الامتحان يا جماعه. ولكن في الاول والاخر برضه مش عايز الناس تقلق، لان سياده الوزير طلع وقال ان اي حد حصل معاه مشكله تقنيه هيبقى ناجح، بس ما اعرفش برضه، الله اعلم اذا كان الكلام صح او لا. ولكن احنا نتمنى، يعني احنا طبعا بنحاول ان احنا نطمن اولادنا، فالناس برضه ما تخافش، وخليك زي ما انت وذاكر واعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. فما تخافوش، وأكيد طبعا الناس هتبحث، القائمين على الأمر يعني هيبحثوا الموقف ده ويشوفوا إيه اللي هيحصل، وخصوصا بالنسبة لتالتة ثانوي هتبقى مشكلة كبيرة جدا، إن لو تالتة ثانوي بدأت تخش على نظام التابلت كده ويحصل مع أي ولد موقف، ده يعني طبعا آخر مشوار، مفيش بعد كده خلاص مستقبل. فربنا يسهل ويشوفوا حل للمشكلة دي. تعالوا مع بعض النهاردة نبدأ نحل مع بعض على النظام الجديد زي الامتحان بالظبط. يلا نشوف مع بعض. زي ما احنا قلنا هيجي لنا سؤال اختياري زي ده كده، نمبر 1 وي تراكد اكروس. طبعا هو جايب لي هنا، والكلمات اللي احنا خدناها يا شباب بقى اهم حاجه حفظ الكلمات، وخصوصا كلمات القصه. وي تراكد اكروس ذا كانتري ان اور اولد كار. تراكد از ذا سينونيم، المراد بتاع كلمه تريك هنا اللي هو يتمشى، يترجل، يعمل نظام رحله كده قصيره. فين بقى يا شباب؟ هنا لو جينا بصينا هنا كده، هلاقي عندي حاجتين، كلمة درايف اللي هي يركب العربية، عشان هو طبعا هنا كانوا بيتجولوا في العربية. واحد يقول له ايه يا مستر اللي يمشي معايا هنا تاني؟ طيب اللي انت مش هتتخيله انها كلمة جيرني. واحد يقول لي يا مستر ده الجيرني ديت اللي هي رحلة. جميل، احنا عايزين نلعب يا شباب في الامتحان بلعبة يعني استبعد، ده لو انا مش واصلني بعض الكلمات. فلاي مش ماشيه خالص مع العربيه، ورك مش هيمشي مع العربيه، اسليب مش ماشيه، ما قداميش غير كلمه الجيرني. كلمه الجيرني يا شباب تمشي فيرب وناون في نفس الوقت، فانت حاول تلعب على لعبه الاستبعاد، ده لو انا الحاجه مش واضحه قدامي. ذا بلاي هاز سم كوميك كومنتس. طبعا هنا كلمه بلاي يا شباب معناها المسرحيه، كلمه كوميك از انتونيم، كلمه كوميك يعني حاجات هزليه وفيها ضحك وبتاع وكلام من ده. ايه اللي عكسها هنا يا شباب؟ طبعا لو احنا جينا بصينا كده اميوز يضحك، يبقى ان اميوز يبقى العكس، يبقى عكس كلمه كوميك. وبرده كلمه سيريس يعني جاد، هتلاقي الثلاثه التانيين طبعا. واحد يقول يا استاذ انا مش عارف معنى الكلمه دي. ماشي، ما احنا قلنا هنلعب الاول على اللي انا فاهمه، اللي انا فاهمه هما الاثنين، يبقى خلاص ماليش دعوه بالباقيين دلوقتي، ما كنتش عايز اعرف المعنى بتاعها. ال 12 جمله اختياري. ذا سيف سبيس ذا ليديز باج اند ران اواي، وهرب. عمل ايه في الشنطه يا شباب؟ من ضمن الكلمات اللي احنا واخدينها جراب، ينتزع بقوه. ده اكسبريشن حافظينه ولسه حالينه قريب جدا. اتس تيكن فور سبيس ذات ماني از ذا روت اوف ايفل، ان المال هو اصل الشر. طبعا اسمها تيك فور جرانتد، يعني امر مفروغ منه طبعا كلنا عارفينه. Criminals use the information that computers collect to space into organizations and cause serious security problems. طبعا هنا المشاكل بتاعة الأمن والكلام ده طبعا هي مشاكل خطيرة جدا، واللصوص أو المجرمين بيستخدموا المعلومات اللي على الكمبيوتر عشان يعمل إيه؟ لسه برضو حاللينها قريب، اللي هي هاك، يهكر الإيه، الموبايل أو التابلت بتاعه. نمبر 4. My brother used a space to make a hole in the garden. طبعا يعمل حفرة في الجاردن، طبعا ده موجودة في قلب القصة، عشان كده ترك خلي بالك من كلمات القصة اقرأها بس، سبيد اللي هو المجرفة عشان يعمل هول. As long as I am space that man will never set foot in my house. طبعا يعني اكسبريشن لو انت لقيته بالعربي بتاعنا كده وحسيته يقول لك يعني طول ما انا فيها نفس ما حدش او الراجل ده مش هيخش البيت بتاعي. طبعا الوحيده هنا اللي ماشي معايا كلمه بريزنج اللي هو التنفس، طول ما انا فيها نفس. نو اي هافنت سين ات بيفور، لا مش شفتهاش قبل كده. وات از ذا سبيس اوف هافينج ساتش ان اكسبنسيف كار. طبعا هنا الوحيده
اللي ماشيه معايا هنا وات ازاي انا عايز ناون هنا يا شباب، ما هي الفائده ان يكون عندك مثل هذه العربيه الفارهه او الغاليه؟ بص كده يا شباب، ات 8 بي ام يسترداي يبقى ماضي مستمر، يبقى وات وير يو دوينج اداه استفهام فعل مساعد فاعل فعل ماضي مستمر. نمبر 8 ستودنتس الطلبه سبيس تو فورين لانجويج لغتين اجنبيتين في المدرسه الثانويه. طبعا هنا يا شباب على طول الطلبه الناس هتفكر ان هي تيتش، غلط طبعا يا شباب، الطلبه ما بتدرسش، هو هنا في مادتين يبقى الطلبه بيدرس لهم مادتين، يبقى ار توت يتم تدريس لهم في الايه الجامعه. سبين اللي هي اسبانيا از سبيس يوروبيان كانتري، ودي كلمه مهمه جدا يا شباب، قلنا اي يوروبيان، في ناس هتقول ان يا مستر، لا غلط يا شباب لان احنا نطقنا اليو، اي يوروبيان اي يونيفرستي. اي كانت ميت يو تو نايت، انا مش هقدر اقابلك الليله دي بيكوز اي سبيس ماي براذر ات ذا ايربورت في المطار. طبعا ديت خدناها يا شباب اللي هي قاعده ويل، الاربع قواعد ويل وام از ار جوينج تو، طبعا كده كاننا بنراجع، وام از ار فيرب ضد اي ان جي والفعل في المصدر او فعل في اس، الاربع حالات بتوع المضارع المستمر. انا طبعا هنا مش هقدر اقابلك الليله دي علشان في الوقت ده هكون بقابل اخويا في المطار، يبقى ام از ار فيرب ضد اي ان جي. I really regret، طبعا فاكرين يا شباب regret بيجي وراها تو الفعل في الانفينيتيف، لو انا ناسي ان انا اعمل شيء و او سوري ندم ان انا هعمل شيء، او regret verb ذات اي ان جي ان انا ندمان ان عملت الكلام ده. I really regret space up late I missed the first lecture، طبعا ان هو ما لحقش هنا المحاضره، يبقى انا ندمت على بيجي وراها verb ذات اي ان جي staying. I space have a toy ترين، عندي قطار لعبه. وين اي ووز، وين اي ووز يا شباب ده يبقى زمن ماضي على طول، يبقى قاعده يوزد تو الفعل في المصدر عشان فينا فعل في المصدر، يبقى اي يوزد تو. شوف كده مع بعض القطعه، سبورتس اند هيلث ار تو انسبيرابل، طبعا يعني متلازمتين مع بعض مرتبطتين ببعض، كلمتين مرتبطتين. هو نيفر يو فيل ان ويل اند جو تو سي يور دكتور، تروح تشوف الدكتور بتاعك. هي اور يوجوال شي يوجوالي اسكس يو ويذر يو براكتس سبورتس اور نو، بيقول لك يعني انت بتمارس رياضه ولا لا. سبورتس از ان امبورتنت بارت اوف توديز سوسايتي اند بلايز ا لارج رول، بتلعب دور مهم جدا في حياه او حيوات الناس، كلمه جامع طبعا بتاع لايف. فروم ا سوشيال بوينت اوف فيو، طبعا من وجهه نظر او من وجهه نظر اي حد يعني، سبورت هاز ا بوزيتيف رول، لها دور ايجابي طبعا ان يونايتنج بيبل، في توحيد الناس فروم ديفرنت سوشيال باك جراوندز، من خلفيات مختلفه. ان سبورتنج زير فيفورت تيم، طبعا عشان يدعموا الفريق بتاعهم. ذيس كان هيلب بيبلز اندرستاندينج اوف ايتش اذر، ده بيساعد الناس ان هم يفهموا بعضهم. از فار از اديوكيشن از كونسيرند، طبعا هنا التعليم بيهتم بالرياضه. از ان امبورتنت بارت اوف اول تشيلدرن سكولينج، في المدرسه طبعا ات بلايز ا بيج رول، بتلعب دور مهم جدا ان ديفلوبينج بوث منتال اند فيزيكال، الكلام ده كله بتاع اعدادي يا شباب، منتال وفيزيكال ديت اللي هي العقلي والبدني، كاباسيتيز اللي هي قدره يعني على فعل الشيء ده. teaching children how to work in teams and cooperate together to achieve a certain goal، وبيد عليه بالطلب هنا طبعا ان هم يتعاونوا مع بعضهم عشان يحرزوا هدف معين او يحققوا. sport must be used to encourage people to lead a much healthier life، طبعا بنشجع الناس انها تلعب رياضه عشان يبقى عندهم حياه صحيه. instead of being used to promote unhealthy، عشان يدعموا العادات او يرقوا طبعا العادات اللي مش حلوه بتاعتهم، يبقى عندهم عادات كويسه يعني. All kinds of sport help in building our bodies and we become healthier and capable of capable of، دي عشان بيجي وراها verb the ing، يبقى يكون عندنا القدرة ان احنا نؤدي طبعا الديوتز الواجبات الموجودة عليا in a very productive way، بطريقة منتجة طبعا. Each of us must exercise a sport according to his or her abilities and structure of the body، طبعا كل واحد فينا يجب ان هو يتمرن طبعا ويعمل رياضة طبعا ده طبقا لقدراته طبعا. سبورت سترينثنز، طبعا بتقوي اور اميونيتي سيستم، طبعا ده خدناها قبل كده اللي هو جهاز المناعه بتاعنا. اند ميكس ات فيت فور ديفندنج اور بوديز اجينست ديزيز، وطبعا بيدافع او بيتصدى للامراض. طبعا لسه قايلين كلمه لايفز ذا بلورال، جمع كلمه ايه لايف حياه.
at school في المدرسه sport develops the children's space capacities. خلي بالك يا شباب، هو جايب هنا mental وجايب mind وجايب physical، هو المفروض في القطعه قال mental وphysical، يبقى قال كلمه mind هي هي اللي هي تبع الحاجات العقليه، والبادي تبع الحاجات الفيزيائيه او الماديه او الجسم بتاعنا يعني. sport strengthens our، طبعا اسمها ايه على طول؟ immunity system، موجود عندك بالنص. to feel unwell means to feel، انك انت تحس انك انت مش كويس، يبقى انك انت مريض sick. حاجة جميلة، ويا ريت طبعا في الامتحان يجيب لنا حاجات زي دي كده، 20 جملة كلهم سهلين. نشوف كمان واحد يا شباب. The word honest is the synonym، هي المرادف لكلمة، طبعا honest هنا معناها أمين، طبعا باينة جدا يا شباب، loyal يعني عنده ولاء، وsincere يعني مخلص، الاثنين واحد يا شباب. Space is the antonym، عكس كلمة normal، حتى بصوا normal abnormal، أدي واحدة. أو natural طبيعي يبقى غير طبيعي. يبقى باقيين طبعا مش ماشيين معانا. Scientists العلماء are trying to eliminate the space of oil on the environment. طبعا هم عايزين هنا يقللوا من ايه؟ الامباكت، موجود عندك في قلب الكلمات، يحدوا من الامباكت بتاع استخدام زيت البترول في البيئه، طبعا لانه بيوسخ او بيؤثر على البيئه. Our brave armed forces اللي هي القوات المسلحة بتاعتنا are able to space our country against ضد أي عدو. طبعا باينة جدا وسهلة جدا، طبعا protect يعني يحمي. The wardrobe الدولاب is covered in a thick layer of، layer هنا يا شباب اللي هي طبقة من يعني، طبقة كثيفة من ايه؟ You should clean it، تنضفه. طبعا باينة جدا dust بتاع سنة رابعة ابتدائي وخمسة ابتدائي اللي هو التراب. Teachers المدرسين have to space love among pupils، المفروض المدرسين يعملوا ايه؟ الحب ما بين الطلبه. كلمه among هنا يا شباب ما بيكون اكثر من اثنين، طبعا اكيد هينشروا، يبقى spread. طيب هنا بقى كلمه spread هو كاتبها غلط، هي طبعا مش هيمشي غير كلمه publish هنا، بس هو الصح يا شباب كلمه spread، spread s b r e a d، هو كاتبها غلط هنا، فكلمه publish معناها ينشر، هنعديها، بس هو الصح المفروض انها كلمة ايه؟ spread، بس هو هنا كتبها غلط، ينشر الحب. احنا طبعا هنا لو هي مكتوبة غلط يبقى المفروض نستخدم كلمة spread ينشر، وببلش ينشر برضه، بس المفروض بينشر كتاب او كذا، فالمفروض انها مش ماشية عندي هنا، فمش عارف ان احنا هناخدها ايه. طيب على العموم لو هو كاتبها غلط يبقى ما قدمناش حالة تانية غير كلمة ايه؟ publish، فاحنا طبعا انا مش عالم عليها عشان ما ينفعش طبعا، ولو هو مش كاتبها غلط، لو هو يعني كاتب سبريد ديت غلط يبقى ما قدامناش حل غير ان احنا ناخد كلمه ايه؟ بابلش. لو كان بقى كان كاتبها مظبوط سبريد، يبقى الصح هنا طبعا ان انا اخد كلمه ايه؟ سبريد. بس معروفه طبعا ان كلمه بابلش ديت مع طب بقول لكم على حاجه بقى، احنا نعملها احنا كده سبريد S B R E A D، هو اكيد غلطان فيها طبعا، ملهاش حل تاني يعني، يبقى ناخد كلمه spread، لان كلمه publish دي بتبقى دايما مع مجله او مع كتب وكلام من ده. The old man had a financial problem، عنده مشكله ماليه. So he fell into، طبعا دي معروفه عندنا في اول المنهج، وقع او راح في الايه؟ في الدين طبعا، غلبته الديون. I have a useful space that helps me to learn English on my smartphone. طبعا انا عندي a useful ايه يا شباب؟ application، هيعلمني طبعا الانجليش. We were doing our homework while our little brother space TV. ركز بقى معايا كده يا شباب. Was a were verb the ing، وهنا قاعده ايه؟ while. الفعلين هنا مختلفين، احنا كنا بنعمل حاجه بينما اخويا الصغير بيعمل حاجه، يبقى الاثنين ماضي مستمر، يبقى اخد was verb the ing. حاجات سهله وجميله. نقط 16 next year are you going to come to my birthday party؟ سوري في هنا I، يبقى I will be. ليه بقى يا شباب؟ لان احنا قلنا لما يكون عندي 16 سنه ديت انا خلاص ما لهاش حل تاني، معروف اصلا يبقى كده حقيقه في المستقبل، انا هيبقى عندي 16 سنه الاسبوع اللي جاي. طبعا بقى راجع الحاجات بتاعت will والحاجات بتاع going to والحاجات بتاعت am is are verbs of ing، الكلام ده كله احنا عاملينه على القناه، له فيديوهات وله مراجعه كمان. My uncle space lung disease، مرض في الرئه. Since he started living near a steel factory، اللي هو مصنع الصلب.
طبعا هنا انا عندي هنا كلمه سينس يا شباب، يبقى قبلها مضارع تام، يبقى ماي انكل هاز هاد لانج ديزيز، وبعدها سينس ماضي بسيط. Space women play an important role in society. طبعا هنا يا شباب women النساء ملهاش حل تاني، هي طبعا كده بتبقى معرفه اي نساء او اي ست، يبقى no article زي women children من الرجال وهكذا. We space to spend the weekend in our friend's village. طبعا هنا وفي عندي هنا كلمه to، يبقى we plan to، لان كلمه enjoy بيجي وراها فعل في ing، كلمه would rather بيجي وراها فعل في المصدر، وكونسيدر طبعا ديت يعتبر مش ماشيه معاها خالص. She regrets space her time before yesterday's exam. She failed to answer some questions. طبعا هنا يا شباب ما دام سقطت يبقى هي ندمت على تضييع وقتها، يبقى wasting her time، لان لسه قايلين الكلام ده فوق regret to، يبقى ندمان انه هيعمل شيء. طبعا هي عملت وخلاص وعدى الوقت منها، فهي كده ندمانه على الوقت اللي عدى منها. Millions of people are attacked by a secret enemy. في ناس كتير جدا او ملايين من الناس بتهاجم بواسطة يعني زي ما تقول عدو خفي. Which causes more harm and greater suffering. بيمثل له طبعا معاناة than any other disease، من اي مرض يعني ممكن انسان حاجة تضايقه اكتر من المرض كمان. Its name worry. الاسم بتاع او الشيء اللي بيقلق الانسان ده بيبقى مرض بالنسبة له، مش مرض بقى اوحش من مرض يعني، لان الانسان ما بيبقى قاعد كده ويفكر ومتضايق وبتاع وكلام من ده، ده بيبقى ساعات في بعض الاحيان بالنسبه للناس اوحش من المرض وبيأثر على صحه الانسان. According to doctors، طبعا طبقا وفقا للدكاتره، worry can actually cause organic disease. ده ممكن القلق ده يسبب مرض عضوي في جسم الانسان. And even when it does not it can eat up، ممكن يستهلك القوه منه والطاقه بتاعته. In many ways ruin، وبيدمر زي دامج كده our health and make life miserable، وبيخلي حياتنا بائسة. طبعا الإنسان بيبقى مهموم يعني. Worry is a very dangerous enemy. The stress الضغط and strain of life، ضغط الحياة طبعا may make us worry about silly trifling things. يعني ساعات بيبقى الإنسان ممكن تكون حاجات ضعيفة بس هو بتخليه متضايق زعلان وكلام من ده، فهذا طبعا بيأثر على الايه على الإنسان. Worry affects nearly everybody. طبعا اكيد القلق ده بيأثر على كل انسان in society، from teenagers من المراهقين للناس الكبار في السن. Students worry about the exams، الناس اللي هم الطلبه بيبقوا قلقانين على الامتحانات. الاباء بيبقوا قلقانين على اولادهم. الشباب and women والنساء and their future بيبقوا قلقانين على مستقبلهم. يعني كل انسان فينا بيبقى قلقان، بس طبعا حده القلق هي اللي ممكن تتعب الانسان. Needless to say، بدون الحاجة ما نقول، worry is the result of thinking in a wrong way. طبعا ساعات القلق ده بيخلي الإنسان يفكر بطريقة مش كويسة. It's a fact that thinking over worries bring about more worries. ممكن القلق يزود أكتر ويبقى فيه قلق أكتر. We must face life as it's boldly. يعني المفروض نحارب الحياة بجراءة وبشجاعة. The problems a warrior faces، المشاكل اللي بيقابلها المحارب، are the same that others face، زي الناس التانيين ما بيواجهوا بالظبط. To overcome worry، عشان تتغلب على القلق ده، cultivate different interests، حاول انك انت تمارس زي براكتس كده يعني بعض الانترستس الاهتمامات، ونمي develop contact with large number of persons، حاول انك انت تتواصل مع ناس كتير. And spend your leisure، واقضي وقت فراغك in a useful hobby، في هوايه كويسه. When feeling worried، ولما تحس انك قلقان، retire to a quiet corner، روح كده في مكان هادي and relax. The problem a warrior faces are، طبعا لسه قرينا فوق يا شباب، هنا اهيت فين اهي. The problem a warrior faces are the same، نفس، وركز هنا بقى، different from، لا مش نافع معايا. Not the same، لا مش نافع معايا. Different from برضو مش شيء، يبقى similar متشابه، هي نفس the same، والكلام ده طبعا عارفينه من اعدادي. The teenagers are، مين هم التينيجرز يا شباب؟ طبعا up to أكتر من 21 لا. Elderly people، الناس كبار لا. Usually people who suffer from worry، ولا young people who have passed their teens، طبعا هم دولت usually people عادة بيكونوا ناس بيعانوا من الايه؟ القلق، لأن هي دي الفترة اللي الإنسان بيبقى قلقان فيها. لكن لو خدنا young people، شباب who have passed their teens، يعني عدوا مرحلة المراهقة مش ماشية معايا. elderly people، ناس كبار مش ماشيه معايا. young people up to، يعني اكثر من 21 و22 لا طبعا، ده تينيجرز دول يا شباب اقل من 18 او 21 سنه.
A hobby helps you. الهواية بتساعدك انك انت ايه؟ طبعا contact with a large number of people هنشوف to spend your leisure in a useless way. طبعا دي خلاص كده بوظتها useless way. To overcome worry تتغلب على القلق بتاعك ولا to retire تتقاعد او تقعد في مكان كذا. نطلع نجيبها كده من فوق هنا يا شباب. فين؟ اهو. And spend your leisure فين leisure leisure in a useful hobby when feeling worried retire. طيب ما قالش هنا برضو to overcome cultivate develop contact with a large number of persons and spend your leisure in a useful hobby. ماشي بهنا بقى اللي ناخدها معانا اللي هي تعمل اللي هي ايه بقى number large number of persons and spend your leisure time in a useful hobby. يبقى هنا الهوبي بتساعدك انك انت ممكن تتغلب على الوري بتاعك الهواية، لانك انت الهواية هتعمل حاجة مفيدة وفي نفس الوقت هتتغلب على القلق بتاعك. لان الكونتاكت with a large number of people ده يا شباب ممكن اعمل هواية وممتع وكل حاجة من غير ما يعني اعمل ايه ممارسة او ان انا اتصل بناس كتير، مش فارقها عندي هنا. الاتنين على فكرة هم قريبين جدا بس مش هتبقى ماشية او معايا انا في الهوبي. الهوبي طبعا خلينا اتغلب على الوري بتاعي. ذا سينونيم اوف كالتيفيت لسه قالها لكم فوق يا شباب اهي. كلمة كالتيفيت هو مترجمها لك هنا اللي هو يمارس، يعني زي كلمة براكتس. ونشوف ايه اللي يمشي معايا هنا. ديفلوب ديكريز ستاند اجينست. طبعا بصوا هو يعني كلمه كالتيفيت دي يا شباب اصلا معناها يزرع، هو جايبها هنا بمعنى يمارس، بس هي طبعا هنا لو خدناها تو اوفر كم ديفلوب ديفرنت تمشي ديفلوب تطور او نمي بعض الانترستس. لان انا لو جيت خدتها هنا بمعنى كلمه جرو، جرو هنا معناها يزرع. وعلى فكره والله كالتيفيت دي اصلا برضو معناها يزرع، بس هنا في معنى الجمله هتبقى الاجمل انك انت تحاول انك انت تطور او تلاقي بعض الحاجات اللي تخليك ايه اللي هي الانترستس الاهتمامات. اتمنى يا شباب يكون المحتوى عجبكم، ما تنساش لايك للفيديو، واللي عايز اي حاجه يكتبها لي في كومنت اسفل الفيديو وان شاء الله هرد عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.